Hello, good morning students. How are you? كيف حالكم يا رابع؟ شو أخباركم؟ We will talk about page number 21, okay, unit 4. Please focus and attention. بدنا نحل يا رابع الاكسرسايز الموجود عندي بصفحة 21 الكتاب غير الملون work book. Okay, يلا نفتح كتابنا صفحة 21 كتاب غير ملون تمرين A. Exercise A. Yes. عندنا هنا يا رابع كلمات. عندنا words. عندنا picnic, glad, camera, baby, shorter, youngest, leave. هذول الكلمات أنا بدي أستخدمهم أو أستبدلهم لأنه حكالي change. يعني بدي أستبدل. بدي أغير هذه الكلمات بالكلمات الموجودة تحتها خط في الجمل. أوكي؟ نقرأ أول جملة ونشوف كيف إحنا بدنا نحلها. I took a picture with the grass. I took يعني أنا أخذت صورة بإيش the grass. Grass معناها عشب بصير يعني أنا أخذت صورة بالعشب. لا إذا بدنا نستبدلها بكلمة مناسبة لإلها. إذا كاميرا أول إشي بحذف الجراس العشب بحط بدلها كاميرا. طيب نجي على number two. The time was very late, so I went to picnic. طيب عندنا هنا الوقت جدا متأخر لذلك أنا أريد أن أتنزه. لا إذا بيكنيك خطأ. إذا شو أنا أريد أن أغادر. يس ليف. إذا نستخدم ليف وأي ليف هنا راحت. طيب number three. Hansel is taller than Tom. طبعا إحنا الصفة التولر محطوط تحت خط إحنا بدنا نستبدلها بكلمات الموجودة عندنا بالأعلى. شو المناسب لإلها؟ بدي استبدلها بصفة زيها يعني لازم استبدلها بصفة. تولر ممكن نحكي هانسل إز وين هون عندنا صفة أها شورتر إذا بدي استبدلها بشورتر فبصير هانسل إز شورتر ذان توم. أوكي بصير استبدلها بيونجست. لا لأنه يونجست هنا مفاضلة منتهية بإي إس تي إحنا عندنا هنا ذان صح؟ فهنا لازم اختار comparative فبختار shorter فبصير Hansel is shorter than Tom اذا بختار short. طيب number 4 we made sandwiches for the baby يعني نحن نصنع السندويشات للطفل ولا لايش؟ اذا baby غلط بدنا نستبدلها بكلمه. اذا شو نستبدلها لبيكنيك ايه للنزهه للمتنزه. اوكي للنزهه. اذا هنا بنحط بيكنيك. اوكي اذا بنستخدم بيكنيك. نمبر 5 when I went fishing with my grandpa and my dad I was the oldest يعني عندما انا ايش اصطدت مع ابي جدي وابي انا كنت ايش oldest اكبر سن يعني كان سنه كبير. لا اذا youngest صغير نستبدلها بصفة مناسبة لإلها اللي هي صفة الكومبراتيف عندي سوري السوبرلاتيف لأنه عندي ذا فبنستخدمها في صفة منتهية بإي إس تي. طبعا شو هو عندنا الصفة المنتهية بإي إس تي اللي هي youngest. برافو. يس نمبر 6 I was angry when I caught my first fish. أنا إيش أنا كنت غضبان عندما اصطدت أول سمكة. لا أنا كنت سعيد أول ما اصطدت أول سمكة. إذا angry استبدلها بجلاد. أوكي استبدلها بجلاد. أوكي فهيك إحنا حلينا السؤال الـ exercise A. رح ننتقل لـ exercise B. أوكي أوكي خلينا نحل السؤال B. exercise B. write the answer. يس عندنا هنا كلمات بدنا نقرأها. I forgot. What are you guys doing? I sure does. I forgot يعني لقد نسيت. What are you guys doing? ماذا يفعل الرفاق؟ ماذا يفعلون الرفاق؟ Okay. It sure does. يعني شو معنى it sure does؟ يعني بالتأكيد هو كذلك. طيب. Okay. إذا حكينا I forgot معناها قد نسيت. What are you guys doing؟ ماذا تفعلون يا رفاق؟ It sure does اللي هي بالتأكيد كذلك هو كذلك. طيب بدنا إحنا نحل number one. Why didn't you clean your room؟ Why didn't you clean your room؟ يعني لماذا لم تنظف غرفتك؟ شو ممكن يكون عندنا الجواب؟
Yes, I forgot. لقد نسيت. Yes, hi Tom and Hurley. Yes, hi Tom and Hurley. شو بنستخدمها؟ إذا نسأل عنها What are you guys doing؟ يعني ماذا تفعلون يا رفاق؟ إذا نستخدم لها What are you guys doing؟ هاي الأنسب لإلها. Wow, that roller coaster goes fast. يعني roller coaster يعني القطار الملاهي، قطار الملاهي زي ما هو موجود عندنا بالصورة. هون في عندنا قطار، هذا قطار الملاهي، يذهب بسرعة. Wow, that roller coaster goes fast. إذا شو هون ممكن يكون؟ بالتأكيد هو كذلك. أوكي نشوف الحل عندنا صحيح. Yes, good job. أنا حل صحيح. أوكي. أوكي يا رابع، خلينا نكمل حل أسئلة سي الموجود عندي بصفحة 22. أوكي سي تمرين سي موجود عندي بصفحة 22. طيب السؤال شو بحكي لنا؟ Write what comes first. Choose from the sentences below. يعني اكتب ما يلي اولا بعدين اختر من الجمل ادنى. اوكي شايفين الجمل الموجود عندي؟ هاي مايك اند توم، ذات ايس كريم لوكس جود، اي didn't clean my room، كان يو هير مي. اوكي انا بدي اشوف الاشي المناسب لإلها. اوكي شو الاشي المناسب؟ خلينا نشوف نمبر 1 محطوط عنده يس اي كان، يعني هذا جواب لسؤال. طيب وين السؤال عندنا هنا اللي هي عبارة عن can you hear me؟ يمكنك سماعي؟ يمكنك سماعي؟ يعني السؤال يحكي لي yes I can. إذا أول واحدة مناسبة لها can you hear me؟ إذا هذا سؤال yes I can. تمام؟ يلا number 2 فراغ. What are you guys doing؟ ماذا يفعلون الرفاق؟ طيب عندنا ماذا يفعلون الرفاق؟ ماذا تفعلون يا رفاق؟ المهم هاي السؤال. أوكي ممكن الإشي المناسب لإلها شو؟ بدنا نكملها يعني هاي مايك أند توم ولا ذات آيس كريم لوكس جود؟ طبعا هاي مش مناسبة. I didn't clean my room. لا إذا هاي مايك أند توم إذا بنختار هاي. طيب نمبر 3 I forgot. أنا نسيت، أنا قد نسيت. طيب وين الإشي المناسب لإلها اللي هي ذات آيس كريم لوكس جود؟ يعني تلك الآيس كريم تبدو جيدة، ولا أنا نسيت، ولا أنا لم أنظف غرفتي. أوكي اللي هي I didn't clean my room، هاي الأنسب لإلها. I sure does، بالتأكيد هو كذلك. شو ممكن يكون عندنا؟ ذات آيس كريم لوكس جود. أوكي شوف حلنا صحيح. Yes good job. إذا حلنا صحيح. لنا نكمل حل أسئلة يا رابع. السؤال الموجود عندي اللي بصفحة 22 22 دي read and choose هون solve and write. أوكي في عندنا كلمات موجودة بالصندوق. أوكي اللي هي leaves leave cousin baby glad grass taller camera forgot. طبعا هاي الكلمات، طبعا هاي الكلمات يا رابع بدي احطها بايش الفراغات الموجودة عندي حسب ايش المعنى، يعني معنى الكلمة شو مناسب لإلها انا بحط. اوكي ليف يغادر، cousin ابن العم، baby طفل، glad مسرور، grass عشب، taller الاطول سوري اطول، كاميرا اللي هي كاميرا، forgot نسيت نسيان، a very young child يعني طفل صغير جدا. شو معناها بالإنجليزي a very young child؟ baby صح. هي ليف لا، cousin لا، glad لا، إذا baby. happy joyful هابي سعيد، جويفول مبتهج سعيد سار. شو المناسب لإلها؟ ليف يغادر لا، كازن ابن العم لا، جلاد معناها مسرور، إذا مناسب لإلها جلاد. to go away إذا شو المناسب لإلها؟ ليف يغادر. طيب the child of your uncle aunt يعني طفل من عمك
أو عمته شو بنحكي إنه؟ cousin ابن العم. طيب something that takes pictures يعني شيء يأخذ صورة. شو الإشي اللي بناخذ منه صورة؟ إيش هو شيء يأخذ صورة؟ شو هي؟ grass عشب؟ لا. taller أطول؟ لا. كاميرا؟ yes كاميرا صح. the opposite of remembered okay يعني عكس يتذكر أو عكس تذكر إيش؟ نسيه forgot okay. it's green and found in a garden يعني إنه أخضر ويوجد في الحديقة. إنه أخضر ويوجد في الحديقة. شو هو؟ grass العشب. the opposite of shorter يعني عكس shorter عكس أقصر هي taller أطول. برافو عليكم يا رابع. شوف حلنا صحيح. yes good job معناته حلنا 100% صح.